استمراراً لجهوده في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كثف البنك الزراعي المصري جهوده وجولاته لإنجاز عدة مشروعات في محافظات أسوان والبحيرة والدقهلية وبورسعيد لتمويل المشروعات الإنتاجية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويقوم البنك الزراعي في إطار تلك المشروعات بتقديم تمويلات ميسرة بفائدة 5% بسيطة متناقصة لدعم الفلاحين وصغار المربين للثروة الحيوانية من الشباب والأسر الأولى بالرعاية. وقام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بالمشاركة في مؤتمر جماهيري نظمه البنك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معلناً تقديم تسهيلات غير مسبوقة وفتح باب رزق للمرأة الريفية وتشجيعهم على العمل والإنتاج ومساعدتهم على توفير مصدر دخل يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وخلق مجتمعات منتجة في قرى الريف المصري. وفي السنبلاوين أطلق رئيس البنك الزراعي في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برنامج إحلال سيارات الركاب بقرى ومراكز المحافظة، والذي يستهدف إحلال سيارات النصف نقل والتوك توك واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، بالإضافة إلى استبدال مركبات التوك توك بسيارة فان 7 راكب، وذلك ضمن مبادرة البنك لتطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظات وتوفير خدمة نقل آمنة للمواطنين. وشهدت النبارية بمحافظة البحيرة مشاركة رئيس البنك الزراعي مع السيد القصير وزير الزراعة واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الاحتفال بتوزيع 200 رأس من العجلات العشار ثنائية الغرض ألبان ولحوم على صغار المربين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة بالمحافظة. هدفنا الأساسي هو تطوير الثروة الحيوانية ورفع دخل المواطن في الريف المصري. المشروع اللي احنا شايفينه دوت النهاردة دي سلالات أبقار محسنة، الانتاجية بتاعتها بتكون مرتفعة، يعني هنتكلم مقارنة ما بين الألبان، انتاج الألبان في السلالات الحالية اللي احنا شفناها النهاردة ديت بنتكلم من 30 ل 35 كيلو في اليوم، مقارنة بالألبان بالسلالات المصرية بتنتج حوالي 7 كيلو، ماكسيمم 7 كيلو. برضو مقدار التحول بالنسبة للحوم هنا بنتكلم في كيلو ونص أو كيلو 60 جرام و 600 جرام، مقارنة ب 500 جرام في السلالات البلدي. وفي بورسعيد أعلن رئيس البنك الزراعي عن تكثيف تواجد البنك بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد استجابة لرغبة وطلبات المواطنين وتقديم كافة أنواع التمويل للمشروعات الزراعية والصناعية والتمويل متناهي الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة. وخلال الزيارة قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي بافتتاح أحدث فروع البنك المطورة بحي شرق ضمن خطة تطوير فروع البنك للارتقاء بالخدمات المقدمة، وأثنى المحافظ على جهود التطوير التي يقوم بها البنك لتلبية احتياجات عملائه وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. شفنا حجم الاستثمارات اللي البنك عملها في خلال فتره وجيزه جدا، ده بيدل على ان احنا الحمد لله بقى في خدمه ائتمانيه في محافظه بورسعيد للبنك الزراعي المصري على اعلى مستوى، بتنافس وبتضاهي البنوك اللي شايفينها موجوده عندنا في بورسعيد حتى البنوك الاجنبيه. الحاجه الثانيه اللي عايز برضه اوضح فيها ان الدكتور علاء كان موجود معانا النهارده وفتح اوجه التعاون كتير جدا سواء في المشروعات الصغيره والمتوسطه صغر مع الشباب بقروض ميسرة جدا جدا، لسواء الميكروباصات اللي هو هيقدمها لنا ان شاء الله الفترة الجاية احلال للعربات الاحلال بتاعت البيجو والميكروباصات القديمة، برضو عرض متميز جدا جدا، وانا بقدم له كل الشكر والتحية. ده بالاضافة ان هو جاي محمل بهدية لينا، نعود جاب هدية لاهالي سهل الطينة بجرات زراعية هدية ليهم لأعمال الميكانة ليهم ان شاء الله. فكل الشكر دكتور علاء لحضرتك، وكل الشكر والتقدير للعاملين بهذا البنك العظيم اللي بقى فعلا قوة دفع كبيرة جدا للمشروعات المصرفية الموجودة في مصر كلها. في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل التوجيهات في خامة رئيس الجمهورية
الاهتمام بأهالينا في المحافظات التي تحتاج إلى تطوير الانتاج الزراعي والحياة الزراعية فيها. بكل تأكيد احنا دورنا كبنك زراعي مصري ان احنا نكون موجودين. مع المحافظ كلمني الأسبوع اللي فات علشان نكون متواجدين. تاني يوم فورا كنا موجودين، هنفتح فرع في سلطينة، هنبتدي نمول أهالينا بصفتنا ان احنا بنك أرض مصر. ده على فكرة ده لقب، ولقب احنا بنعتز بيه جدا ان احنا نكون بندعم النشاط الزراعي. الميكنة الزراعية جزء من اللي بتقدمه الشركة الزراعية للمحافظة بورسعيد. اهتمامنا الأكبر كمان هيكون بالمشاريع الصغرى والمتوسطة. اهتمامنا بتمكين المرأة والمرأة الريفية، ونحن نخلق فرص عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر في تنسيق تام مع معالي المحافظ، في ان احنا فعلا نقود مسيرة النجاح في محافظة بورسعيد، ونحن نضخ أكبر كمية تمويل لأهالينا بالذات المرأة الريفية، المرأة المعيلة، المجتمع الريفي. ده هدف وإن شاء الله كلنا بنسعى ليه في ظل الجمهورية الجديدة.